عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض اكله جميله جدا كده زي ما انت شايفه. الاكله دي يا جماعه شتويه من الدرجه الاولى. لو انت بقى كده ايه سقعانه ومتلجه والدنيا بتشتي عندك زي حالتنا كده، تعملي ايه بقى؟ تروحي جايبه شويه عدس وتيجي بقى اقول لك هنعمل بيهم ايه. تقدري تعملي عدس، تعملي مفتقه، تعملي محشي. المفتقه اللي هي الحلبه بالعسل، تعملي محشي. الاكلات دي يا جماعه بتدفي جدا 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 في الشتاء، بس المحشي يعني بيحتاج غلبه شويه، انما الحاجات دي بقى ايه سهله وسريعه. بجيب معايا العدس زي ما انت شايفه كده، ولو ان سعره بقى يعني فيري فيري اكسبنسيف، باخد معايا العدس بقى كده وبنقيه معايا الاول كويس جدا. عندنا العدس كنت جايباه من حوالي داخلين على شهر ولا حاجه، كان ب 48 جنيه كيلو العدس. دول حوالي عشان اعمل بيهم يعني اكله لينا احنا الاربعه، بتجيبي حوالي ربع كيلو. باخد العدس واغسله معايا كويس جدا، وتعالي اقول لك هنعمل ايه. تبقى غسلت معايا العدس، بجيب بقى ايه بصلايه كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، وبقطعها اربع ارباع، وابدا ان انا ايه اخد منها حته حته كده. او ممكن تسيبيها اربع ارباع زي ما هي، مفيش اي مشكله. انا بس ايه هاخدها كده شويه اهو، واروح اعملها بالشكل ده اهي. وهروح جايبه مكعب مرق. تقدري الحاجات دي كلها تحطيها على النار مباشره، وتقدري تحطيها ايه كده وبعد كده تحطي كله على النار. انا بقى عشان اسهل على نفس الموضوع رحت عامله ايه، وعشان اخلي وعشان اخليها ما تاخدش معايا وقت خالص، فروحت عامله ايه بقى، تعالى اقول لكم دلوقتي. معايا حله ميه محترمه كده على النار، كانك بالظبط هتسلقي فرخه، وتروحي حطاها ونازله بيها كده بسم الله. بالظبط هتسلقي فرخه، هتسلقي شويه لحمه، تروحي ايه مش مزوده لهم الشوربه. انا بقى عملتها كده، بصلايه عليها البهارات بتاعتي اللي انا هحطها. البهارات مش هحطها دلوقتي، التوابل بتاعتي ما نحطهاش دلوقتي. انا هحط دلوقتي البصل، وهجيب جزر دلوقتي واحطه، ومكعب المرق بس كده، الحاجات التانية مش دلوقتي. بقى زي ما انت شايفه كده الحله دي فيها عدس وعليه مكعب مرق وعليه بصل وعليه طماطم، جوه بطماطم، اللي بره مش بطماطم، هيبقى بجزر بس. بقى بعد ما غليت معايا بالشكل ده كده هاخدها بقى بالمضرب. انا حطيت عليها الجزر وبدات ان انا ايه اضربه بقى لحد ما بقت معايا كده ايه بيوري ما فيهاش اي حاجه خالص، اهي كده بقت بيوري ما فيهاش اي حاجه خالص. هعمل ايه بقى، هجيب معايا حله كده. الاول انا عملت له الطشه بتاعته ايه، وعملت الشعريه وعملت له شعريه وخلاص، وطبعا ضربته معايا الاول كويس اهو. نطفي بقى عليه، ناخد بقى ايه التاني ده. بصي ده عامل ازاي، ناخد بقى ده معايا هنا ايه ليه الحله دي كده مورقه شويه. معايا على العين التانيه بقى او على النار التانيه هناخد بقى كده ايه الشام. معايا هنا ايه الشعريه كده على النار دي، او نخليها على دلوقتي. بقى معايا كده الشعريه بدات تاخد لون، هعمل ايه بقى، هروح اخده معايا معلقه كده من ال من ال من الثوم، وخليها بقى ايه تتشوح معايا. ومجرد بس العدس الثوم ما هيتشوح هنزل بيه على طول على ايه على العدس. تشويحه خفيفه بس تظهر الريحه، لسه شويه ما ظهرتش.
دلوقتي بقى عندي العدس كده، عندي العدس بعد طبعا ما ضربناه كده في بالهاند بلندر، هنزل عليه بكل المكونات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونروح بقى ايه رمين عليها كبشه كده من هنا. بسم الله، تاخدي بقى ايه الطعم كله. دي بقى فيها يعني الطعم كله بتاع العدس. قلبي بقى عشان ما يلزقش الشعريه، ما تلزقش منك على النار. عليت بقى النار، كنت مهديها شويه قبل ما اعمل الطشه، عليتها. بصي بصي عامل ازاي، هو كده قوام الشوربه، لو سبتيه شويه هتلاقيه قلب معاكي تخن. رشه بقى من الكمون حلوه كده، واختها من الفلفل الاسمر. قلبي بقى كده الكلام ده كله، وزودي بقى ايه الملح على قد الكميه، يعني على قد التمليحه اللي انت حباها. هاخد بقى كده ايه معايا رشه ملح، رشه تكون كويسه كده من الملح. ونقلب ونشوف، عايز ملح تاني تمام، مش عايز خلاص. وبكده نكون خلصنا الطبق بتاعنا. دي يا جماعه دي كنت عاملاها شوربه عدس. بصي بقى دي كده في الشتاء ما اقولكيش، بجد ما اقولكيش. يعني انا هعمل النهارده اصلا اسباجيتي، هعمل جنبها شوربه العدس دي، متاكده ان دي هتخلص قبل المكرونه كمان. دلوقتي بقى خلاص اتعمل معايا، هعمل ايه بقى، معلقه كده صغيره من السمن البلدي، وتروحي حطاها كده ايه في النص اهي. بصي بقى المنظر، بصي الجمال والحلاوه، دي بقى حلوه جدا، سواء بقى تاكليها جداً بالعيش او بال، لو كلتيها بقى بالعيش او بالمعلقه زي ما تحبي. الشتا بيحب العدس والعدس بيحب الشتا. شفتوا بقى، الشتا بيحب العدس والعدس بيحب الشتا. احنا مدمنين عدس، يعني بنعشقه العدس. احنا بنحبوا العدس بكل اشكاله والوانه. بتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي بقى خلاص اتعمل معايا، هعمل ايه بقى، معلقه كده صغيره من السمن البلدي، وتروحي حطاها كده ايه في النص اهي. بصي بقى المنظر، بصي الجمال والحلاوه، دي بقى حلوه جدا، سواء بقى تاكليها بالعيش او بال، لو كلتيها بقى بالعيش او بالمعلقه زي ما تحبي. الشتا بيحب العدس والعدس بيحب الشتا. شفتوا بقى، الشتا بيحب العدس والعدس بيحب الشتا. احنا مدمنين عدس، يعني بنعشقه العدس. احنا بنحبوا العدس بكل اشكاله والوانه. بتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.